ندخل بقى على ايه؟ على الكراويه. الكراويه. اذا هلا صار موعد الكراويه وهنعرف المقادير. ناخذ المقادير، مقادير الكراويه. بدها كوب رز مطحون. المقادير ليلى. وبدها 3 ملاعق كبيره كراويه مطحونه، ملعقه كبيره ينسون ناعم، وملعقه كبيره قرفه ناعمه، وثلث كوب سكر، ومكسرات على الوجه، وماء حسب الحاجه. تقريبا 10 اكواب كثير والله. يعني مو حسب الحاجه، على حسب الكوبايه بتستعمليها قد ايه يعني. ممكن من 7 8، وكمان حسب السمك اللي انت بتحبيه. في ناس بيحبوا ياكلوها يعني زي الجالو يعني مثلا، وفي ناس بيحبوا وفي ناس بيحبوا ياكلوها زي المهلبيه، على حسب انت ازاي عايزه. اوكي طيب. في معانا اتصال. دلال، صباح الخير. صباح الخير يا دلال. اخبارك؟ يا اهلا. طبعا انا فيك مش شفت طلبت رمضان هي الطبخه. عملناها برمضان؟ لا لا ما عملتها، بس طلبت منها برمضان. انت اللي طلبتيها اليوم يعني. انبسطت اني عملتها اليوم. الله يخليكي، بس انا ما كنتش هنا في رمضان. قصدي مش برمضان، قبل رمضان بفتره، قبل يعني بايام كنت. والله طلبت منك وقتها، قلتي لنا ان شاء الله برمضان، ما اجيتي برمضان وقتها. شفتي؟ معلش. طيب يعني انت تسلم، وانك جبتي لنا اياها. يعني انا مثلا كركي ما بعرف اطبخها، يعني هي تعلمتها اليوم منك. انت من الكرك؟ يلا الحمد لله. انا من الكرك. طب شو اشهر طبخه عندكم؟ والله احنا عندنا منسف، اكثر شيء بنطبخ الكركي منسف، وعنده طبخات تراثيه. هو معروف اكيد المنسف الكركي والجميد الكركي تحديدا، معروف كثير. بس غير الجميد الكركي بايش مشهورين؟ راح الخط. طب انا حاعتبر انك جاوبتي. طيب هنا حطينا اسمك دخل بالسحب. حطينا ايه؟ حطينا الكراويه والقرفه والرز المطحون. اوكي. والسكر هنحطه دلوقتي. السكر حسب الرغبه كل واحد، يعني طول ما انت حطها على النار حطيتي فيها السكر قبل ما تخلص دوقيها، شوفي سكرها مناسب ليكي ولا عايزه تزودي شويه. كل واحد بيحب يعني. كتير مثلا بنكون قاعدين في حتت فيها دي، انا شايفاها مظبوطه جدا، واللي جنبي بتصوصو من كتر السكر مثلا، والثانيه بتقول يعني كل واحد ليه ذوقه في السكر حسب مزاجه. بالظبط. فبس هندوبهم بشويه ميه. الحلو في الكراويه انها ممكن تتاكل وهي سخنه وممكن تتاكل وهي بارده. بالظبط. بالظبط. اكتر اللبنانيه بياكلوها بارده، بيحبوها بارده. فخلاص هنحطها ونحط الميه ونبتدي بقى. كل ما بتغلي لازم نضل التخن بتاعها. كل ما تغلي نشوف التخن بتاعها هو ده اللي احنا عايزينه ولا عايزين اكتر. ايه رايك تيجي تقلبي؟ يلا هاجي معاكي. بس نحط شويه الاول، شويه المكموره. في شيء جاهز ولا لا؟ طبعا ممكن احنا نحطها على العرض. يلا طبعا دي انا حطاها الساعه 7:30 8 يمكن حطيتها في الفرن. في الفرن وعلى 11 الا تقريبا. خلصت اهي يا عيني. بس طبعا احنا يعني اللي بيعمل كميات اكبر من الفراخ بتعلى معاه اكتر. اوكي. الكراويه زي ما قلت ريحتها رائعه. الكراويه زي ما قلت، بصي ابتدت تغلي طبعا. عايزه ميه تاني، هنحط لها ميه وبعدين هنسيبها على نار وسط شويه لغايه ما يطبخ شويه الرز وندوقها عشان نشوف اذا كان السكر ده مناسب ولا احنا محتاجين. بس هي جمدت بسرعه. لان الكميه قليله. اوكي. لذيذة بس سريعة على فكرة. كرة ما تاخدش وقت خالص. بدل ما حضرة حاجتها كتير لذيذة. خلاص بنسيبها بعد كده بس تغلي، نسيبها على نار واطية شوية لغاية ما الرز يتطبخ. قد 10 دقايق مثلا، ربع ساعة، وبعدين خلاص بتبقى جاهزة. يا بتاكليها سخنة يا بتاكليها باردة. يسلموا ايديك يا غاده. احنا هلا لازم نعمل السحب لانه وقت برنامجنا انتهى. يلا. واكيد موعدنا مع السحب ونشوف مين اللي حيفوز معنا بالمسابقه. اخذ الورق اللي وقعت. طبعا المكسرات اختياري، بتحطي زي ما انت عايزه. رانيا هي الفائزه معنا بالجائزه اللي قدمتها غاده، وهو عباره عن طبق متحرك، مش هيك؟ هيك. الف مبروك لرانيا. وغاده بدنا نشكرك
عفوا. يعني بجد اشياء واطباق شهيه جدا عم بتقدمي لنا اياها ورائحه رهيبه. شكرا لك يا غاده. الله يخليكي. اذا غاده اليوم عملت لنا المكموره وعملت لنا الكراويه. واكيد مشاهدينا لقائنا فيكم انتهى لليوم، موعدنا حيتجدد يوم السبت القادم. بتمنى للجميع اجازه اسبوع سعيده اكيد، وبامكانكم التواصل معنا عبر الايميل البرنامج وعبر الفيسبوك واليوتيوب، بامكانكم تشوفوا كل المقاطع او المقابلات اللي تمت اليوم عبر اليوتيوب والويب سايت، وكمان بامكانكم متابعتنا عبر الايميل. فاكيد احنا معكم دائما، حتى لو مش معكم على الشاشه بنكون معاكم عبر مواقعنا الالكترونيه. بنشوفكم يوم السبت، باي باي.